خدي شنطتك. خدي. الله يعطيك العافية. اسمعي. هلا. ترى أنا ماني قلت كلمتي وأنا ولد صغير ورجعت في كلامي وما حنسافر. لا ما في شيء خلاص. أمام يا جماعة كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. الآن استعدادات السفر وشوفوا أميرة إيش حتشيل. لا إله إلا الله حتشيل البيت كله. شوية. هذا كله شوية. لسه ما خلصت والله. لسه حيوصل غلط توقع لين هنا لين نهاية البحر. دحين أنت تبي تفهمين إنه هذا كله. وهذا السؤال اللي حسألك يا هل تتوقع أنت أوكي استراتيجية سوي لي استراتيجية كيف هذه الأشياء كلها تخش في هذه الشنطة؟ إيش رأيك تسوي تحدي لو دخلت هذه الأشياء كلها في شنطة واحدة؟ أيوة. تعطيني 1000 درهم 1000 دولار. لا أنت كنت كويس 1000 درهم. بس شوف عشان يكون عادلي عشان يكون عادلي مو تقول لي أميرة تشيل أغراض كثير. ترى هذه مو أغراضي بس هذا أغراضي وأغراض إيلين وأغراض السباحة وأغراض البيت و... المهم يا جماعة شوفوا أنا إيش قلت لها. قلت لها شنطة لي كاملة أنا وإيلين وإنتي لك شنطة لوحدك وفكينا ويلا تكفيها. هذه شنطتي يعني أنا لوحدي. أيوة هذه لوحدي خلاص. المشكلة أيوه. إنه أنا المفروض أخلي فيها مساحة عشان لو جبت أشياء من هناك يكون عندي مكان أحط فيه. طبعا الحين انا راح اقعد اصور سنابات وكذا راح اشارككم لحظات السفر اول باول. فاذا ما كنتوا ضايفيني على السناب تعالوا تفضلوا على السناب لان الحين راح نرتب الشنطه مع بعض وراح اوريكم كمان الاشياء اللي جبتها. طبعا إيلين ما كانت عارفه اننا حنسافر. إيلين مستعده ومتحمسه للسفر؟ جهزتي اغراضك ولا لسه؟ لسه ما حد لا تخليها تجهز شيء. اجيب لها الاشياء ما لها داعي زي لما اروح لعبان حطت اشياء في الشنطه وزي ما هي ما فتحتها ولا راحت بيها رجعت بيها ولا حد لا موجوده. ها هي واغراضها الشنطه. لا خلاص ما في داعي. لولي ماما تظبطك. انت خذي بس لعبه واحده. ايش اكثر لعبه تبي تاخذيها؟ جيبي واحدة بس اوكي؟ بس اثنين. هذا المنشف ايش قاعد تسوي هنا؟ والله هذول كيوت حتاخذيهم معاكي؟ اي بس انا كنت باخذ هذول كلهم بس هذول كلهم ما ادري مين طالع. اميرة انا مستغرب ما تعرف مين طالع؟ ما ادري يمكن لك. تخيلوا يا جماعة الرحلة بعد 8 ساعات وانا والله لما دحين حتى ما حجزت فندق. أميرة يعني وين حنا في المطار ولا في الشارع ولا على البحر ولا وين بالضبط؟ أنت تعرفيني أنا في ذي الأشياء يعني جدا خطير وسريع. أشوفك يلا. والله يا جماعة في مرات من المرات في مرة من المرات ونحن مسافرين لما دخلنا البلد حجزت ونحن في التاكسي. يا جماعة تروحوا عكسي تماما. أنا أحب من بدري أجهز. أنا خليها اللحظة الأخيرة. لحظة اكتبوا لنا تحت التعليقات أنتم من جماعة الناس اللي جهزوا من بدري ولا من جماعة عبد الرحمن اللي يخلوا كل شيء لآخر لحظة؟ والله يا جماعة عبد الرحمن تهور. إيش هذا؟ أنا عارفة تهور ولا شيء. هو دقيقة هو اختار الرحلة فجأة أصلاً فجأة كذا أمس بعد ما قلت له خلاص اخترت ورقة السفر يلا أميرة أحجز أول رحلة ألاقيها دحين فجأة أغير ترى والله أغير خلاص أضغط يا بس ساعتين أضغط خلاص أضغط يلا توكل على الله. إيش تسوي يا جماعة رحلتنا على أساس 7 الصبح يعني طبعاً بعد... دقيقة لازم نشرح لكم يا جماعة إنه بعد التحدي أنا بلحق يلا ألحق طيب بعد التحدي اللي سويناه طبعاً اخترت إنه نسافر عبد الرحمن وقتها بنفس اليوم راح يدور رحلات ولاقى رحلة صراحة توقيتها سيء بس ما في غيرها فاخترنا هو على أساس إن اليوم قاعدين نرتب يا جماعة قاعدة أرتب أصور لكم سنابات وكل شيء ورد نسافر بعد 5 ساعات. عبد الرحمن جاء فجأة كده أميرة إيش رأيك نغير الرحلة؟ قلت له إيش أنا قاعدة أجهز ورتب خلاص مستعدة نفسيا نسافر. قال لي بس نغيرها 12 ساعة يعني بدل ما نسافر اليوم نسافر بكرة. قلت حسبتها كده بيني وبين نفسي قلت اليوم ما حنشبع نوم تعبانة. قلت له يلا خلاص غير لعله خير. غيرت والله حروح أنام خلاص راح انام انا دحين شنطتي فاضيه المشكله حتى ما رتبت ولا شيء يعني لو بجيب مسافرين لحد الان والله قاعد اسوي ادت وتعبان وحالتي حاله والله حتى انا مكروفه مع الاغراض قولي الحمد لله انه لقينا حجز صح يا جماعه ترى كراسي بعيد عن بعض يعني اثنين في لقينا أميرة مكان والثالث ما ادري وين بعيد حجز قدام انا لوحدي بعدين حقول له هنشوف ممكن نبدل المقعد انا المقعد حقي ترى اغلى وقدام هو حيرضى ان شاء الله ان شاء الله يرضى عشان نقعد مع بعض من شعره about to leave already packing come with me I'm not really asking we'll get away to a place where we don't know. يعني أجلنا الرحلة يوم كامل وما زلنا في قلق وتوتر ومربوشين ومتأخرين عن الموعد ولا ماخذ شنطتين كاملة تخيلوا والله شنطة قالت لي خذ هذه الشنطه حط فيها اغراضك وحصلها معبيه فل جيت بحط اغراضي
ما تقفلت ابدا، اضطريت اني اخذ لي شنطه ثانيه. لا 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 استنى، هذه ترى الشنطه مو اغراضي بس، اغراض واغراض الين واغراضك كمان، في اغراض السباحه اللي حطيتها. اوكي طيب. والله العيله هذه عندها مشكله، يعني يوم كامل اجلنا الرحله عشان نروح ونحن مرتاحين وبرضه ما الفايده، مربوشين عشان ما نستعجل وما ادري ايش، برضه اليوم والله ما ارتحنا ولا شيء، مربوشين. اي والله ايش قلنا اليوم حنرتاح حنروق، والله ما اسوي شيء، لقيت نفسي طول اليوم وانا اكرف اشتغل. بلاش الحلاوه هذه، ما شاء الله مطقمه مع الستاره. الله ايش الهلاوة هادي يا موتنا، تبغى تسوي مقلب في صاحب هذا اللي ياخذ الجوازات، عرفت الهوطات؟ ايوه تقول له اه هذا جوازي تبغى تعطيه، بعدين اخر شيء يفتح يلاقي مين؟ صورة ايش؟ يلا متأخرين، يلا مشانا، مع السلامة. بيت الغال لازم اودع القطط، على الرغم اني زعلانة من توم اليوم. القصة اللي صارت يا جماعة دراما دراما دراما، حتشوفوها في السناب، فإذا أنت بتشوف اليوم توم خلى أميرة قلبها يطيح من مكانه. والله عبد الرحمن قال لي أول مرة أشوفك في حياتي مرعوبة وتجري لهذه السرعة. يا جماعة توم سوى فيها مقلب، والله شيء ما اسامحه عليه. لا تنسوا يا جماعه زي ما شفتوا هذا موقف صار لاميره، حتلاقوه في السناب شات، لازم تشتركوا عشان تشوفوا كواليسنا وحياتنا من ورا الكاميرا، وكمان تشوفوا السفرية لحظه بلحظه من السناب شات. راس المصايب وينك؟ قاعد شمشماش شنط، حنسيبك انتقاما منك، شايف؟ عشان ثاني مره ما تسوي الحركات اللي سويتها اليوم، سامع ولا لا توم؟ يلا يا لولي. يلا يا لين، يلا مشينا، يلا. انا قاعده افكر نسيت شيء ولا لا ترى، هذه اللحظات اللي ان شاء الله ما نسينا شيء، ان شاء الله ما نسينا. يلا بسم الله، توكل على الله. باي بيتي. خلاص يا جماعه خلصنا العكس، سلمناه وكل شيء ودخلنا جوا وخلصنا التختيم وكل شيء. ارتحت الحين؟ انا دحين ارتحت. دحين يكون متوتر قبل ما ناخذ التيكتات، يكون متوتر. انا عندي اهم شيء اسلم العكس، سلمت العكس عرفت خلاص ارتاح. خلاص البوردنج خلاص، بعدين نرتاح. الحين عندنا الساعه نتمشى في المطار ونروح السوق الحره نشوف ايش فيه ايش ما فيه. لا حول ولا قوه الا بالله. والله طلع مكان بوردنج بعيد. المقلب اللي اكلناه في تركيا. كم صار نمشي؟ ربع ساعه يمكن. إن شاء الله نلحق. ربي إلين أول ما عرفت إن الكراسي حقنا مو جنب الشباك انجنت، انجلطت مسكينة، كانت فرحانة وفرحتها والله راحت. أي والله فرحة، لأن هي على بالها إنه حنقعد جنب الشباك. بس زي ما قلنا لكم إنه كانت رحلة على ما في حد. الله تضحك دراما. إيش تقولي أنت؟ زعلتيني شوية. زعلتك شوية؟ اهم شيء تبكي وتضحك مع بعض. يا لولي قلنا لك مليون مره هذه الرحله مفاجاه ما لها تخطيط، فجاه كذا. احمد ربنا انه لقينا كراسي صح؟ لو كمان احنا غيرناها امس. المهم انا جبت سناكات يا جماعه امس في سناب، قاعده اصور السناكات اللي جمعتها وقاعد تقولوا لي جيبي هذا ولا جيبي هذا وجيبي هذا، فجبت الحين سناكات والله ضبطتك، جبت لك على كيف كيفك وعندك سماعه وافلام. بسم الله انطلقنا بعدين نمشي. يلين اللي قاعد تلعب روبلكس. الله يلين. مستعدين للهبوط؟ ها؟ مستعدين للهبوط؟ مستعدين والله. انا هم والله من جد حتى كانت نوم عباره عن عذاب. يلين نمتي؟ يلين ما شاء الله اكثر واحد نام فينا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الراس نازلين والله حر، والله حر. لسه ما حسيت بالحر انا. المهم احنا اخر ناس طلعنا من الطيارة كله عشان ايش؟ عشان في لا لوري نحن في المطار، يعني ايش حيكون هنا مثلا؟ اخذنا الشنط والحين والتاكسي. التاكسي دحين نشوف برا. برا حنشوف تاكسي وصلنا على الفندق وحننام نوم يا جماعه، لانه ميتين ميتين تعب. لولي انت عارفه احنا وين؟ لا نسيت. نسيت اسم البلده اللي احنا فيها.
وصلنا بالسلامة يا جماعة. حتى ما تشوفوا وجهنا منورة. ليش؟ يعني النور كذا ساطع من الفرحة. هتقولي لهم وين احنا؟ اكيد حنقول لكم وين احنا. كثير منكم خمنوا في التعليقات قالوا لي روسيا. ايوه قالوا لي انه انا قلت لهم روسيا بالغلط. مدري يمكن ذكرت روسيا فهموني غلط. ما اقول روسيا يا جماعه، لا لا، انا الاغراض اللي رتبتها اغراض بحار وصيف مو روسيا يا جماعه. يا جماعه احنا في تايلاند. وصلنا تايلاند. هذه اول زياره لنا لتايلاند، وعلى فكره من زمان انا وعبد الرحمن كان ودنا نروح تايلاند قبل سنوات. صح. وكل مره ناجل بس الحمد لله ساحت لنا الفرصه دحين وطلعنا. اي والله احنا في تايلاند، وبالتحديد في بوكيت. في جزيره اسمها بوكيت، مو في العاصمه. وبعدين حنروح العاصمه وكمان نفكر. لا تقولي لهم اميره، لا تقولي لهم. في رحلات جايه في الطريق ان شاء الله. يلا نروح نركب التاكسي حقنا. والله التاكسي قاعد ينادينا. يا جماعه كنت حركه من هناك، تذكرت ان الدركسان عنده باليمين. انا هسوق. انت هتسوق؟ اشوف. والله من جد عندهم بالمقلوب. وبسم الله توكلنا على الله. يلا يا ولد ودينا على الفندق. While you trying to hold on, to hold on when I'm not there for you. Wanna take a deep. كيف بس؟ والله نمت نومة في السيارة. وأنا زيك ما أدريت اللي صحينا السواق يقول لنا وصلنا. وصلنا هذا الفندق. الفندق بعيد من المطار. مرة ساعة كاملة. بس حلو حماس، حبيت الأجواء كذا. يلا إن شاء الله الغرف تطلع حلوة. إن شاء الله. غرفة فيلا. Welcome to Phuket, Thailand. Thailand. ها يا جماعة تعلمنا أول كلمة تايلاندية اللي هي سواديكا. هذه يعني مرحبا. والله ما شاء الله عليك تتعلم اللغات. لا أعطيني أسبوع أتعلم اللغة. أعطيك 5 دقائق حتنسيها. إيش رأيك ها؟ Talk to you. I'm better off not talking to you. But why you? ايش رايك؟ الله ايش الحلاوه هذه. هنا عندك مطبخ يا اميره والله، عشان تطبخي لنا برياني. الله يرضى عليك. ايش الكراسي الطويله هذه؟ اي والله من جد، والله انها فنانه. قاعدين يقولوا لي صورنا صورنا. ثانك يو ثانك يو ثانك يو. لا 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 لا. تفضلوا في بيتنا الجديد. طبعا مقفلين هذه الستاير عشان الشمس، عشان البعوض. قال لي ترى في بعوض، انتبهوا. لا والله. بعدين انا جيت قلت له ايش افضل موسم لزياره تايلاند؟ قال لي شهر 1 12 11 والاسوأ. قلت له والاسوأ. قال لي الان احر شيء. اهلا بكم في تايلاند. قال لي احنا جينا في احر موسم، بس قال لي هذا الموسم ما يكون في امطار والبحر يكون هادئ، وهذا شيء حلو. وين المرايا؟ انا ابغى مرايا. ما في مرايا. ما في مرايا. ما في مرايا يا جي. بس حلو، هذه ناموسيه صح؟ طيب ايوه، هذه يا جماعه ناموسيه، والغرفه ظبطوا لنا هنا، كتبوا لنا ويلكم. وإلين جابوا لها سرير لما عرفوا انه معانا طفله. وهنا تدخل هنا تلاقي الحمام. هنا عندك احلى مرايا يا اميره، وهذا حمامنا مفتوح على يعني المطبخ. اول ما تاخذ الشاور هنا جري على الحمام، تروح على البانيو على طول. ورجعنا لكم يا جماعه بعد غيبوبه. تخيلوا نمنا الساعه 3 فجاه كذا قمنا حصلنا الساعه 9. 6 ساعات عدت نايمين، والله نمنا زي الميتين. على اساس حناخذ غفوه 3 ساعات كذا، بحسنا على نفسنا لو نمنا. على فكره الحين التوقيت في الامارات الساعه 7. يعني الامارات قبلنا ب3 ساعات، السعوديه قبلنا ب4 ساعات. ايه وفي تايلاند هنا الساعه 10 صح؟ ايه الساعه 10. يا جماعه الحين ميتين من الجوع، وقلنا نخرج كذا نستكشف المكان، نشوف في مطعم فاتح ولا لا، ونستكشف المدينه، نشوف طبعا. شوف البسمه حبيت.
عبد الرحمن ابغى مسرح في البيت. ابشر ولا يهمك، احلى مسرح. احس المسرح في البيت خاصه في الليل كذا يكون رايق كوزي مره 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 حلو. كمان اخذنا غطسه يا جماعه. أيوة أيوة. تخيل اول ما قمنا كذا قعدنا كذا نشوف المسرح، نطيت انا بعد اميره نطت على طول بعد جت لي نطت. حلاوه هذه، ايش زعلانه انت؟ المسرح كمان تبي تسبح كمان؟ عندنا الان كل يوم سباحه، خلينا نروح نستكشف المدينه. انت حتطفشي من كثر السباحه. يلا خلونا نخرج ندور لنا مطبخ. مطبخ ندور لنا مطعم ناكل فيه. شوفوا يا جماعه هذه هي نزلتنا، اول ما تنزل من هنا حقنا الفيلا تنزل على طول حديقه زي كذا. اول شيء نسوي نروح نسال الريسبشن نقول لهم يعني على حسب المطاعم مفتوحه ولا لا، حتى مكان تمشي وكذا. والله تعرف ايش ابى اتذكر ماليزيا. طبعا ماليزيا الدوله صح؟ اللي زرناها في شهر العسل انا عبد الرحمن، نفسي اروحها مره ثانيه صراحه كذا، انبسطت مره فيها. اوديكي ماليزيا ابشري ولا يهمك. الله عليك. راح تبع ساعتين من هنا. ساعتين بس وتذاكر مره رخيصه. اوه والله اميره من زمان تقول لي يا عبد الرحمن ابغى نفسي اسوي رحله في دول شرق اسيا كده، انط من تايلاند لماليزيا للفلبين لاندونيسيا. طبعا اول ما خرجنا حصلنا محل اللي بيع الفواكه قلت لك ماليزيا. اكثر شيء كان يعجبني بماليزيا انه كل ما تمشوا تلاقوا فواكه، وقلتوا لكم ما تاكلوا سناكات شوكولاتات، تاكلوا فواكه. يلا يلا خلينا نحل اول شيء. يلا ايش اسوي هذا؟ امسك جوالك هاتي هاتي. استنى يعني حتاخذ مصاصة؟ نجيب المزاز. ايوه بعدين بسم الله. هذه يشربوها في الحر في الظهر. واو حلوة. بيتش. ايوه والله طعمها لذيذ وبارد. انه المكان حيكون فاضي وليل وما في احد، بس مطعم هنا واحده فاتحه بس ما حياه، العالم كله صاحيه. والله انصدمت مره. حلو مكان على فكره. والله الحاره اللي نحن فيها والله عجبتني صراحه. من هنا نحجز الرحلات. اوكي من هنا الرحلات تحجزوه. والله حلو. والله حارتها، والله حارتها حلوه. خلاص شكلها نحمدد فيها. احنا فندق 3 ايام قلنا نجرب. ليش؟ لانه لو اخذنا اكثر من كذا يمكن ما يرجعوا لنا الفلوس الا لما نبغى نغير. يمكن فندق ما يطلع حلو او شيء، نشوف. بس ما ادري حنشوف. والله ما ادري. والله عجبني. شوف هنا زي البازار زي كذا. تعال ادخل. قاعد اميره لعبتها هذه الاماكن. نشوف بس شوبينج. هذه فخ، هذا حق شوبينج. اعرفها اميره انا. ما دخلنا بس 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 كذا خطوه بس لقدام. اشترت من ذاك المحل واشترت من ذا المحل، بس لسه لسه ما دخلنا حتى جوا. دقيقه ايش رايك فيها؟ هي والله حلوة. انا اللي عندي هذه اميره الناس تشتري اشياء اللي لا ما لانه لسه اكتشفت الحين انه ما تليق مع ملابس اللي جبتها لونها بني، فهذا الابيض يليق مع كل شيء. اوكي اقنعتيني يعني الحين انت. حلوة حبيت. طيب ايوه ايش تبي تسوي دحين؟ شوف الفاكهه هذه، شايف كيف اول شيء شكلها يخوف؟ ايوه والله تعور، ما ادري حتى كيف يفتحوها. المهم هذه الفاكهه يقولوا انه ريحتها معفنه، فجت لي كذا الحين. ايوه انت عندك لقافه تبي تشم ريحتها صح؟ ابى اشوف ريحتها بدك طعمها، يمكن طعمها كويس. ايوه ايش اللقافه دي؟ طبعا هذه الدول عندهم فواكه استوائيه غريبه. شوف هذه الفاكهه عبد الرحمن. ايش؟ اوه بسم الله. عمرك شفت شيء زي كذا؟ لا ايش ذا؟ كله صرصار ميت استغفر الله. وفي له شوك كمان غريب. يعني هي خربانه ولا ايش قالت لك؟ سو ذس نو ايت اور تخيل قالت لي اميره لا تاكليها. قالت لي خربانه اثنين وفتحتهم شافت اكد قالت لي لا شكلها خايفه علي. تمام ثانك يو سو ماتش. ليش طلبتي؟ ستار فروت. والله شكلها حلو. شوفها الين لاول مره في حياتها هتدوق ستار فروت. اي بس في الاول انا شفتهم في رجال كان ياكل وتمو زي التفاحه. اوكي تقول لكم في التلفزيون يعني شافت احد ياكله يقول طعمه زي التفاحه. يلا انت دقي وقولي لنا طعمه زي ايش. يلا بسم الله. بيدك كذا وعطيها. يلا بسم الله. حلو؟ عجبك؟ طعمه زي ايش؟ زي ايش طعمه؟ طيب قولي لي انت طعمه زي ايش؟ زي التفاح؟ انا ما اعرف. انا ما اعرف. طيب مو زي التفاح. لا ايش طعمه؟ بابايا مع اناناس مع تفاح، ثلاث اشياء مخلوطه بعض وسووا فاكهه. ايش تبغي؟ نوتيلا. دحين رايحين ناكل بمطعم ولا نوتيلا؟ شوفي عبد الرحمن
عشان تعرف نحن في تايلند. شوف النوتيلا مع جوز الهند، عندهم جوز الهند مع كل شيء، مع الحلا مع المالح مع العصائر مع كل شيء. الحمد لله لقينا مطعم حلال يا جماعة. أنا عن نفسي هطلب سمك، ما عندي مشكلة. شاء الله عليك يا أميرة، هذه كلها لك. شوف يا جماعة أنا طلبي كيف معي البطاطس وبعدين معها الرز و... أنت ما تبغى سمك؟ والله تعال تفضل، هذا أحلى شيء كذا تروح البلدان اللي فيها بحر. اللي ما تعرفوا يا جماعة أني أنا مو مرة من محبين الأسماك. عبد الرحمن يحب اللحم، بعدين الدجاج، بعدين السمك. أنا أول شيء أحبه هو السمك. عبد الرحمن مرة حماس والله. هنا حشبع سمك ليه سنتين قدام حاكل سمك كل يوم. يلا أميرة رتبي كل شيء مكانه وظبط الغرفة حقنا. إيه أنا صراحة ما أرتاح إلا لما تكون الأشياء مرتبة جوا الدواليب. ليش قل لي؟ لأنه يمديك تجهز أسرع، عكس لما تكون كذا فوق بعضها في الشنطة تدور وين هذا وين هذا، أما كذا تكون مرتب. أخذناكم من الإمارات لين ماليزيا، صورنا لكم كل شيء. ماليزيا؟ تايلند. خلاص فلسعنا والله فلسعنا يا جماعة. لازم ندام لأنه بكرة لازم نصحى بدري عشان نحلل البلد ونشوف الأماكن الحلوة. أول شيء حيخلينا نقوم بدري هو الفطور. فطور صح، قال لنا آخر شيء 10:30 يعني لازم نقوم قبل 10 عشان يمدينا نفطر. أمام يا جماعة إن شاء الله تكونوا انبسطتوا معانا، إن شاء الله قدرنا نسوي لكم لحظة بلحظة وخطوة كمان عشان تتابعوا يومياتنا ولحظاتنا وستورياتنا أول بأول في السفر. لا تنسوا تتابعونا في سناب شات لأنه هناك أنزل لكم شعري يا جماعة شعري. لكن أنزل لكم دائما وحتلاقوا حساب السناب شات بأول التعليق المثبت وتحت صندوق الوصف. ونشوفكم على خير ببلوغ. مين حينطفي المسبح؟ أنا إيش اللي أنا؟ أنا إيه لا 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 إيش اللي أنا؟ أنا هذه مستعدة. نشوفكم على خير ببلوغ تاني تفاح. لولا تبغى تطفي المسبح؟ لا لا تجيب العيد. تعالي تعالي تعالي.